شنكار وجايب الميه معايا. ايه ده؟ ارفع الدايب. اه مش دي الفوطه الصفرا بتاعت التاكسي؟ ايوه جاي يفتح عليك يا هايل. جاي يفتح عليا. حلوه قوي. طب بقول لك ايه يا شيخ؟ ايوه. طب ما تزود لنا ساعتين. هو انت في سايبر؟ انت نقلش النت يا شيخ. ليه مواعيد بوت جاي ما فيهاش هزار؟ نفسي اعيش يوم كمان. هتعمل ايه لو عشت يوم كمان؟ بالك يا ولدي لو عشت يوم كمان. ايوه. عارف هعمل ايه؟ هقضي دي يوسف السخنه واركب الجيت سكي واعمل سنوركلينج وادلع نفسي. هتلاقي تاني يوم فيديو بيقول لك ظهور حيوان اليربوع على شواطئ السخنه. وبعدين الم وراك في الاشاعات دي. يا عم بلاش نبوظ السياحه. بس كفايه بقى، ما تاخدش عمرك وعمر غيرك. ايوه. يلا يلا اجهز عشان هتموت دلوقتي. يلا. موت دلوقتي. هدفنك هنا. هنا؟ ايوه. ايوه خلاص. انا حاسس اني خلاص. شفت؟ ايوه. ايوه الموت بياخدنا. ايه القرف ده؟ بورس بيموت. ده انت كده شد لك سيفون يا جدي. انت موت يا جدي؟ تقريبا. يا راجل انا زهقت من حياتك. ليه؟ في حد يقول لي موت يقول لي تقريبا؟ بتخرجني من المود ليه؟ موت يا وانت هتلعب ستيشن يا جدي؟ هو انا كنت موت قبل كده بتعود. لا موت موت صح، احترم الموت موت. طيب يعني انا موت ماشي. ما انا مش جاي لي موت دلوقتي. يعني اعمل ايه طيب؟ ما انا شارب قهوه. هشربك لبن يعني عشان تموت؟ انا شارب قهوه. طب اعمل ايه؟ يا رب ارحمني. طب استنى يا جد اجيب لك صن بلوك. يخرب بيتها يا اختك. بتنحل. الموت حلو قهوه. كنتش اعرف انه بيزغزغ كبير. انت سردينا نايمه. قوم يا جدي قوم. قوم يلا يلا عشان هات. في ايه؟ ايه يا جدي؟ في ايه؟ انت بتعوم يا جدي؟ ما عملت لودنك بعيدك. عايز اقول لك وصايا قبل ما اموت. طب خلاص وصايا؟ ايوه ايوه قول الوصايا. تعالى يا موت من غير ما اقول حاجه. لا خلاص ماشي. اسمعني. لا سيدي ما تفرحتنيش. اسمعني يا الجزيره يا ولدي حاجه. وشبه الجزيرة حاجة تانية بس. ايه درس جغرافيا؟ أنا كده باخد درس جغرافيا. دي مش وصايا الخط. الجزيرة محاطة بالمياه من جميع الاتجاهات. جبهة الجزيرة محاطة من ثلاث اتجاهات فقط. كده أنت الأستاذ عبد الجلي مدرس جغرافيا مش خط الصعيد. خلاص. انشف. حاضر حاضر. قول لي وصايا. أيوه أيوه. عايزك تبقى جي. اسمعني. عايزك تبقى كيف جدك الخط الكبير. عايزك لما تاكل تنضغ زيت. كده يبقى جدي الشيف شربيني. ده الشيف شربيني ده.